السلام عليكم يا أصدقاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة سيد لينكس. بما أنكم يا أصدقاء فكرة أفضل ألعاب أعجبتكم، ففي هذا الفيديو مرة أخرى جبت لكم أفضل 3 ألعاب. ولكن الشيء الأسطوري التي في هذا الفيديو، وهو يا أصدقاء أن هذه الألعاب التي جبت لكم في هذا الفيديو يعني لا تشبه فري فاير، وإنما هي ألعاب أسطورية وكنت دائما ألعبها وصراحة تعجبني كثيرا، ولذلك أحببت أن أتشاركها معكم. ألعاب أسطورية خرافية راح تعجبكم يا أصدقاء، لا أعرف هل راح تعجبكم أم لا، أنا المهم تعجبني ودائما ألعب فيها يعني لما أكون يعني ما عندي أنترنت أبدا. المهم يا أساطير، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل ما هو جديد، وهذه هي أفضل التعليقات بخصوص الفيديو الماضي يا أساطير. إذا كنت تحب أن تظهر من بين هذه التعليقات، انزل اكتب تعليق جميل، وفي الفيديو القادم إن شاء الله سوف أظهر لك تعليقك. المهم يا أساطير، بدون ما نطول عليكم أكثر، ومباشرة نوريكم أول لعبة معنا في هذا الفيديو. بالنسبة لأول لعبة معنا في هذا الفيديو، وهي World Bus Driving Simulator. هذه اللعبة يا أصدقاء أنا من أقدم اللاعبين الذين كانوا يلعبون هذه اللعبة، هي وأيضا لعبة الشاحنة الأخرى التي اسمها World Truck Simulator، هي دريفين سيمولاتور، هي أيضا يا أساطير تعجبني. المهم هذه الاثنان من الألعاب أحبهم جدا للغاية، ويعني أحبهم لدرجة يعني لا تستطيعون تصورها، لدرجة أنني ألعبهم ليل نهار، والله أحب هذه الألعاب أكثر من اللازم ودائما ألعبهم، وخاصة هذه اللعبة التي ترونها أمامكم أنا الآن الذي ألعب يا أصدقاء. المهم صراحة يا أساطير تعجبني كثيرا هذه اللعبة، يعني تقوم يعني فكرة اللعبة أنك يعني تقوم يعني أنت يعني سائق الباص، وتقوم يعني بنقل الناس من مكان لمكان ولمسافات طويلة، يعني يجب عليك يعني أن تكون سائق مهني علشان تستطيع أنك توصلهم، يعني يعني فيها منحدرات، عقبات، يعني فراجات كما نقول بالدارجة، يعني وطرق صعبة جدا، صعب انك يعني تروح فيها. المهم صراحة هذه اللعبة تعجبني كثيرا، ويعني ويمكنك ان تزيد في الستاجات لكي تحصل على باصات افضل من هيك. والمهم يا اصدقاء خليكم مع بعض اللقطات في هذه اللعبة علشان مباشرة نروح للعبة اللي بعدها. لعبة يا أصدقاء، وهذه اللعبة أحبها للغاية يا أصدقاء، وهي دريفينج سكول 2017. هذه اللعبة يا أساطير نزلت في سنة 2017، يعني مثل فري فاير أيضا فري فاير نزلت في 2017. المهم ما علينا يا أصدقاء، هذه اللعبة يعني يمكنك يعني أن تلعب فيها يعني ستاجات أيضا، ويعني تحصل على الإكس بي كما تلاحظون فوق، علشان يعني تشتري سيارات افضل وتشتري يعني اشياء افضل. وانصحكم يا اصدقاء بهذا يعني الناس اللي راح تحمل هذه اللعبة، انصحكم بالمانويل يا اصدقاء، يعني هكذا يعني الفيتاسات لومبرياج كسيري هذه، فهذا يا اصدقاء هو الذي يعجبني يا اصدقاء في هذه اللعبة، وهو هذا لومبرياج وهذا الكسيراتور وكذا، يعني كتحس ان اللعبة واقعية بزاف يعني. والمهم يا أصدقاء كما قلت لكم اسم اللعبة هي دريفينج سكول 2017، يمكنك لعبها بدون انترنت، أعرف أنه بعضكم راح يكون يعرفها. المهم أنا أتحدث مع الناس التي لا تعرفها، أما إذا كنت تعرفها يعني عادي ما في أي مشكل. المهم نخليكم مع بعض اللقطات في هذه اللعبة، وأنصحكم يا أصدقاء بتجربتها، أنا متأكد أنها راح تعجبكم لأنها أعجبتني يا أصدقاء. هذه الألعاب كلها اللي في هذا الفيديو يعني تعجبني، لذلك جبتها لكم، يعني مش جايبها من مكان أو جايبها من موقع أو كذا، يعني كلهم ألعاب بلاي ستور، سوف تجدونها فقط في بلاي ستور. المهم خليكم مع بعض اللقطات يا أساطير.
ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. آخر لعبة معنا في هذا الفيديو اسمها ليج دو فوتبول. هذه اللعبة يا أساطير هي اسمها كما تلاحظون يا أصدقاء في الشاشة. المهم هذه اللعبة من بين أفضل الألعاب، تختار يعني الفرقة اللي بدك تلعب معاهم، تختار الوقت، تختار هل يعني الماتش بدك يكون سهل أو صعب، تلعب مع أي، مثلا نحن دخلنا المغرب ضد الجزائر مثلا، يعني تدخل تلعبها. وأهم شيء هذه اللعبة يا أساطير بدون أنترنت، وأنصحكم بتجربتها، يعني اللعبة بدون انترنت لعشاق كرة القدم دائما ألعبها يا أصدقاء. وهذه اللعبة من بين أقوى الألعاب ومن بين أفضل الألعاب التي تعجبوني، وصراحة يعني لعبتها من زمان يا أساطير، يعني مش أول مرة. وكل ألعاب يا أصدقاء اللي جبت لكم في هذا الفيديو أنا قديم فيها وألعبها من زمان. المهم هذه اللعبة يا أصدقاء كما قلت لكم تلعب ضد مثلا ضد الجزائر أو ضد أي فرقة بدك إياها، تختار يعني الملابس للاعب، يعني لعبة فعلا أسطورية، وهي اسمها يا أصدقاء في الشاشة كما تلاحظون. المهم بدون ما نطول عليكم في الكلام، هذه كانت معنا آخر لعبة معنا في هذا الفيديو، نخليكم مع بعض اللقطات. المهم يا أصدقاء هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم يا أصدقاء. السبب اللي خلاني أنني أنزل لكم هذا الفيديو وهو يا أصدقاء أنكم في الفيديو الماضي أعجبكم كثيرا يا أصدقاء، ما أعجب يعني مشاهدة خرافية لذلك الحد، ولكن المهم يعني أنكم يعني الكثير منكم أعجبه الموضوع، لذلك حبيت أنني أجيب لكم فيديو ثاني عليه. ويا أصدقاء إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا يا أصدقاء الناس اللي تابعت معنا الفيديو من الأول لحد الآخر، خلي قلب أزرق علشان أعرفك إنك تابعت الفيديو من أول ثانية لحد آخر ثانية، وشكرا لك من القلب يا أسطورة. المهم يا أساطير بدون ما نطول عليكم في الكلام، كما قلت لكم إذا أعجبتكم يعني الفكرة قولوها لي في التعليقات علشان أبقى دائما أجيبكم أفكار مثل هيك. وإن شاء الله يا أصدقاء احتمال غدا أنزل لكم جليتشات، يعني جليتشات فري فاير، او انزل لكم افضل 5 سيرفرات او انزلهم هما الاثنين. المهم ما عليكم الا تفعيل الجرس، والمهم بدون ما اطول عليكم في الكلام، كان معكم لين اكس، والسلام عليكم.